عمر المختار. منذ انقلاب سنة 69 اجتهدت سلطة الانقلاب في طمس التاريخ أو تحريفه، وكان السيد عمر المختار مثلا عالميا في مقاومة الغزاة وفي البطولة، فضلا عن كونه مثلا إسلاميا. فلم يكن لهم إلا أن يزوروا تاريخه بوسائل كان أبلغها الشريط السينمائي المعروف، فصور السيد عمر منقطعا عن المدرسة السنوسية، وما يعرضه الشريط يشبه ما جاء في كتاب صدر في القاهرة سنة 34 منسوبا إلى أحمد محمود، رآه كثيرون تحاملا ومجافاة للحقيقة، وقوبل الكتاب يومئذ باستياء واسع. ورد عليه السيد عمر فائق شنيب وسليمان باشا الباروني، وكان أوفى رد عليه كتاب رفع الستار عما جاء في كتاب عمر المختار لمحمد العيساوي، ثم تبين أن كتاب عمر المختار للشيخ الطاهر الزاوي. تعلم المختار في زاوية الجغبوب وأحبه الإمام المهدي، وتعلق هو بالسنوسية طريقة وشيوخا، ووفى لها طيلة حياته. قال للإمام المهدي: يا سيدي، إنكم قد أجزتم كثيرا من الإخوان بأوراد يقرؤونها، فلو أجزتموني بما ترون. فقال له: يا عمر، وردك القرآن. فكان عمر يختم القرآن كل 7 أيام. ولاه الإمام شيخا لزاوية القصور في الجبل، ثم اختاره لمرافقته إلى السودان الليبي المسمى تشاد سنة 94 و800 وألف، وأقامه هناك شيخا لزاوية، وشارك في قتال الفرنسيين، وكان يقول: لو كان عندنا 10 من مثل عمر المختار لاكتفينا بهم. ثم أعاده شيخا لزاوية القصور سنة 93 وألف. ولما وقع الغزو الإيطالي سنة 11 دعا إلى الجهاد، وآزره شيوخ الزوايا وهاجموا العدو وضيقوا عليه، حتى حضر السيد أحمد الشريف فعمل تحت قيادته. وبعد مغادرة السيد أحمد لليبيا عمل بإمرة السيد إدريس، وكان ذراعه اليمنى ورجل المهمات الصعبة. ثم عينه السيد إدريس سنة 23 نائبا عاما له في الجهاد في الجبل الأخضر، فلحق بالسيد إدريس في مصر حيث كان يستشفي ليتلقى أوامره. وفي سنة 29 خاض مفاوضات طويلة مع الإيطاليين، وكان على اتصال بالسيد إدريس في مصر، وانهارت هذه المفاوضات لأنهم لم يقبلوا بشروطه ولم يقبل هو بشروطهم، وكان من شروطه الحفاظ على زوايا السنوسية والإقرار بزعامة السيد إدريس. قال في رسالة إلى من طلب منه وقف الجهاد: إن إيطاليا إن أرادت أن تباحثنا في شأن ترى أنه يهمها ويهمنا، فلتتصل بصاحب الأمر سيدي السيد محمد إدريس، فهو الذي يستطيع قبول البحث معهم أو رفضه، وأما أنا وبقية الإخوان المجاهدين فلا نزيد عن كوننا من جنوده، لا نعصي له أمرا. قال جريستياني في كتابه برقة المخضعة: كان الممثل المباشر للأمير إدريس السنوسي في برقة، وكانت توظف مكانته للإبقاء على حيوية الثورة، لم يكن إلا اليد الطولة لإدريس السنوسي، وكانت بياناته تعد بمنزل إدريس بالقاهرة الذي كان الوكر الأكبر لدسائس السنوسية ضدنا، وحتى المقالات التي كانت تظهر في الصحف المصرية وتحمل توقيع شيخ الإخوان العجوز يقصد المختار، كانت مقالات يصدرها سنوسيون بزعامة إدريس، وكانت تتصل اتصالا وثيقا بالتنظيم الثوري في الجبل. يقول عن أسره سنة 31: إذا عدونا الذي لا يقهر وخادم إدريس الوفي الذكي وقلب الثورة النابض في برقه وعقلها المدبر، تلك التي قادها بمهارة وجلد فريدين أعواما طوالا، إذا هو يقع أسيرا بين أيدينا أخيرا. سألته: لماذا حاربت؟ قال: من أجل ديني. قلت: كلا، إنك حاربت من أجل السنوسية. كان جريستياني يغالط ككل الطغاة، فلم تكن السنوسية إلا طريقة لخدمة الدين. حين سيق إلى المشنقة كان يردد الشهادة ويتلو: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. قال السيد إدريس: عرفته وأنا في 7، وهو مع والدي من ضمن الإخوان، فكان المثل الأعلى في الشجاعة والكرم والتقوى والنشاط، وقد لازمني مدة بقائي في برقة، وكانت المحبة بينه وبين والدي موروثة فيما بيني وبينه، وقد حزنت عليه حزنا لم أحزنه على أحد من قبل، ولكن لا يسعني إلا قول الصابرين: إنا لله وإنا إليه راجعون.